أنا ميسون حجازي مسؤولة القابلات في مشروع الأم والطفل أطباء بلا حدود والموجود في المبنى الجديد مستشفى إربد التخصصي. هذا المشروع بشمل عيادات حوامل، قسم خداج وقسم ولادة. خلينا نروح جولة في أنحاء المستشفى. المراجع بإمكانه يستخدم الدرج أو استخدام المصعد الصغير. هون بنبلش بالانتظار، غرفة الانتظار للمراجعين والمرافقين. عندنا قسم الاستقبال والمواعيد. أي مراجعة بتم تثبيت موعدها عن طريق الاستقبال واستقبالهم، بعدين توزيعهم إلى غرفة العيادة جوا. زي ما شفنا عيادة متابعة الحمل، النفاس، تنظيم الأسرة. معدل المراجعين اليومي 8 إلى 90 حالة يومياً. العيادة بتستقبل 87% سوريين، 13% جنسيات أخرى اللي هي الأردنيين، يمنيين، عراقيين. تقريباً 80% من السوريين بنخدمهم في العيادة، و20% بيجوا من المناطق الثانية مثل المفرق، عجلون، جرش، بعض الحالات بتيجي كمان من عمان. خلينا نطلع على قسم الخداج. قسم الخداج هو موجود في الطابق الأول. إحنا الآن بالطابق الأول، هذا الطابق مشترك للمستشفى إربد التخصصي، وفي إن قسم موجود واللي هو قسم الخداج. مع سيستر دعاء مسؤولة الخداج. اهلا وسهلا، اليوم رح اعرفكم على الخداج اللي هو مكون من 16 سرير. احنا عندنا غرفتين بنسميهم غرف الرضاعة في بداية القسم، بيدخلوا فيهم الاطفال اللي بحاجة بس رضاعة وزيادة وزن بالعادة ومراقبة خفيفة، وبيكونوا امهاتهم داخلين في غرف الرضاعة في الطابق الثالث، وبينزلوا كل ربعة بيعطوهم رضاعة مباشرة من الام. وهاي الغرفة عادة ما بندخل فيها احيانا الحالات اللي بحاجة الى العزل عشان نحمي الاطفال اللي البيبيات الثانيين من نقل العدوى لهم. عادة ما احنا بنستقبل بحدود 60 بيبي كل شهر، بمعدل احيانا اكثر من 60 اقل من 60 بشوي، بس هو حاليا المعدل اللي احنا بنستقبل فيه البيبيات. احنا بنستقبل الطفل لحد عمر 28 يوم، سواء للمتابعة ما بعد الولادة او للدخول. في عنا اريا هون، منطقة هاي بنتابع فيها البيبيات اللي بيجونا من خارج المستشفى للمتابعة، مثلا الاهل شاكين في مشكلة بسيطة عند الطفل، بيجوا بهاي المنطقة بيتم فحصهم من خلال الطبيب بحاجة دخول او بحاجة علاج، وبنروحهم حسب ما بيشوفه الطبيب. الغرفة الثانية غرفة الرضاعة اللي هون، بس غرفة الرضاعة حاليا مشغولة بالأمهات عشان خصوصية الأمهات، ما رح ندخل نصور فيها. موجود فيها البيبيات وأمهاتهم وقاعدين بيعطوا رضعة مباشرة للأطفال. عندنا كمان الغرفة الكبيرة اللي بتحتوي على الحاضنات، في بدايتها في عندنا غرفة تحضير الحليب للبيبيات اللي بيحتاجوا زيادة عن حليب أمهاتهم، فإحنا بنحضر لهم الحليب بهاي الغرفة. موجود عندنا عدد الطوارئ كاملة للأطفال، للحالات اللي بحاجة لتدخل طارئ. موجود عندنا هون الحاضنات وأجهزة التنفس حسب الحاجة بنستعملهم. موجود عندنا الحالات اللي إحنا بنستقبلها عادة، فبتكون الحالات اللي مكملة 32 أسبوع من الحمل، أو كانت أوزانهم قليلة بس لازم تكون أكثر من 1.5 كيلو، أو بيكون مثلا عندهم التهاب. مجموعة طبعا هي من الحالات اللي إحنا بنستقبلها، تقريبا بنغطي معظم حالات اللي بيحتاجها الخداج باستثناء الحالات اللي بحاجة جهاز تنفسي كامل، ولكن إذا كان طفل مولود عندنا إحنا بنحوله لمستشفى ثاني حسب الحاجة. موجود زي هيك عندنا بيبي، هذا بيبي خداج مكمل 32 أسبوع حمل ووزنه صغير وبحاجة أكسجين. كمان بالخداج موجود عندنا غرفة المعالجة اللي بنعمل عليها الإجراءات التمريضية مثل تركيب الإبرة الوريدية أو سحب عينات الدم، وموجود عندنا كمان تحضير الأدوية والمحاليل الطبية في هاي الغرفة.
نكمل جولتنا في قسم الولادة الطابق الثالث. احنا موجودين بالطابق الثالث قسم الولادة وما بعد الولادة. جميع المراجعات بتم تقييمهم في غرفة الفحص مبدئيا من قبل الطبيب والقابل المسؤولين موجود هناك. في حالة قرر الطبيب ادخال السيدة في حالة مخاض بتدخل عندنا على قسم الولادة واللي ساعته 5 أسرة للمراقبة وسريريان ولادة. بعد عملية الولادة بتم نقل المريضة ساعة مراقبة بعدها الى قسم ما بعد الولادة للحالات الولادة الطبيعية 24 ساعة مراقبة. حالات القيصريات الطارئة يفضل البقاء لمدة 48 ساعة. في بعض الحالات اللي بتكون موجودة بغرفة الفحص وقرر الطبيب إدخالها مثل حالات نقل الدم، حالات مراقبة الضغط، حالات مراقبة الولادة المبكرة بيتم إدخالها في قسم ما بعد الولادة واللي ساعته حكينا 22 سرير. عندنا 9 غرف موجودة بهذا القسم، بعض الغرف فيها 4 أسرة، بعض الغرف فيها سريرين. في عندنا معدل 350 حالة ولادة من ضمنهم قيصرية طارئة 30 حالة كل شهر. في عندنا بعض الغرف فاضية بعد الخروج. هاي بعض الغرف اللي بتكون موجودة بسريرين. طبعاً حكينا هذا القسم موجود 24 ساعة بيستقبل الحالات الدخول المسجلة بالعيادة الحوامل أو غير مسجلة. عندنا ما يعادل 90 حالة دخول معظمها بتكون مسجلة بعيادة الحوامل و 10% بيجوا غير مسجلين. بيتم تقييمهم حسب معايير الإدخال في منظمة أطباء بلا حدود. إذا كانوا دخول بيدخلوا عندنا ما عندنا مشكلة. في بعض الحالات بيتم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى مثل مستشفيات بديعة.